السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجت الألسن على ذكر بر الآباء وطاعتهم، وتناقلت أحاديث الوعيد والتهديد لمن عقهم من الأبناء. لكن ماذا عن الأبناء أنفسهم؟ ماذا ضمنت لهم الشريعة من حقوق على ذويهم؟ وماذا فرضت من واجبات على الأولياء تجاههم؟ ما الروح التي تسري في الشريعة الإسلامية بشأن علاقة الآباء بالأبناء؟ بر الأبناء هو موضوع حلقة اليوم من برنامج مقاصد، أهلا بكم. هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيف الحلقة الدكتور مصعب حمود الباحث الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وبالمستمعين في قناة الرافدين، بارك الله بكم جميعا. المستمعين والمشاهدين أهلا بكم دكتور. في الدلالتين اللغوية والاصطلاحية ماذا نعني بالبر؟ نعم، أنا سأبدأ إن شاء الله تعالى من الاصطلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي قال في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله عز وجل ذكر البر بمعادل هو الدين. أنت إذا تأملت في هذه الآية الكريمة ستجد أن البر هو الدين بأركانه، الإيمان بالله والملائكة والكتاب وكذا، بشرائطه أقام الصلاة وآتى الزكاة، بآدابه الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، بنياته أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كان هذا السؤال يؤرقهم، فالنواس بن سمعان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أسألك عن البر والإثم. فقال البر صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. وروي الحديث أيضا عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. إذن هذا ليس سؤال واحد من الصحابة، كان سؤالا يعم كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم. أما عرفا جرى البر بمعنى كثرة الخير والمعروف. رحم الله الشيخ عبد القادر القصاب، وكان قرينا للشيخ بدر الدين الحسني المحدث الكبير، كان يقول: ما البر في تجويدك الحروف، بل أن تغيث البائس الملهوف. من سره بذل الندى فاهتز، وساءه المنكر فاشمأز، فذلك البر الكريم الكامل، تحيا به الأيتام والأرامل. بعد أخلاقي هنا، بعد أخلاقي للبر. فصار عندنا البر هو الدين، وعندنا حسن الخلق، وعندنا جرى في العرف والاستعمال بمعنى كثرة الخير والمعروف. الآن ما أصله اللغوي وانعكاسه في الأصل عن لغته؟ قال ابن فارس: الباء والراء إذا اجتمعتا في المضاعف تعني أصولا متعددة، كما تعلمون وهذا مشهور بين الناس، البر والبر والبر. صحيح صحيح؟ نعم. هذا بالفتح، هذه من اللغة المثلثة. نعم. على وكثير هذا في اللغة العربية كثير، وهناك قصيدة تجمع هذه اللغة المثلثة مشهورة، شرح مثلثة قطرب: يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب، هجرك قد برح، إلى آخره. أنا أضفت إليها يعني على غرارها شيئا للبر خاصة،
يجمع البر في هذه القصيدة يعني المعاني الثلاثة. فقلت من باب التعليم هذا يعني ليس شعرا لكنه تعليم، نزلت سيف البر، نزلت سيف البر فأقبلوا بالبر واللحم فوق البر فزال عني تعبي. ميزت المعاني الثلاثة. لما وصلت وانتهت الرحلة ونزلت سيف البر أقبلوا بماذا؟ بالبر. وبأي شيء من البر أيضا؟ باللحم فوق البر. البر فزال مني تعبي. بالفتح أرض وثرى يقابل البحر هو البر، والبر كثير الخيرات بالمقارنة بماذا؟ مع البحر. نعم. بالفتح أرض وثرى والكسر خير وقرى والضم قمح يشترى من الشآم الطيب. قمح الشام كان يقال له بر، وكل قمح يقال له بر. نعم. حتى الخبز يقال له ابن برة عند أهل اللغة، الخبز ابن برة. ماذا يجمع بين هذه الأصول المتعددة؟ نعم. جميعها يعني البر الذي هو مقابل البحر، والبر الذي هو الخير والمعروف، والبر الذي هو القمح. يجمع بين هذه الأصول الثلاث كثرة الخيرات والبركة. لذلك قال أهل اللغة البر كثرة الخير والمعروف والبركة، وقال أهل الاصطلاح البر كثرة الخير والمعروف والبركة، وشملت بذلك الصدق والدين والخلق وكل شيء. حقيقة هناك الحديث الكثير على الألسن عن موضوع بر الآباء. نعم. حلقتنا اليوم مخصصة لقلب الصورة وحديث بر الأبناء الذي هو في النهاية ربما يكون أساسا لبر الآباء بعد ذلك. الحقوق التي نصت عليها الشريعة في هذا السياق، حقوق الأبناء تجاه يعني حقوق الأبناء من آبائهم، ما هذه الحقوق في سياق حديثنا عن البر نحن الآن؟ كيف يمكن أن نوضحها؟ ماذا يعني بر الأبناء من قبل الآباء في التصور الإسلامي؟ كما تفضلت المشهور بر الأبناء تجاه الآباء، وقد أوصى الله الأبناء ولم يوصي الآباء بهذا المقدار. لماذا؟ لأنه أوكلهم إلى فطرتهم. يعني الولد بضعة من أبيه، لذلك الأب أو الأم لن يفرطوا بولدهم، هذا فطرة. أما الابن فربما فرط، لذلك أوصاه الله وألح عليه بالوصية والأحاديث، لكن مع ذلك لم يترك الآباء دون وصية في بر أبنائهم. وليس هذا عندما نقول بر الأبناء للآباء للأبناء ليس بدعا من القول. لماذا ليس بدعا؟ استعمله الإمام البخاري رضي الله عنه في الأدب المفرد، فقال باب بر الأب لولده. هذا باب. إذن مصطلح بر الأبناء قديم. قديم استعمله الإمام البخاري. حتى الآن ربما يعني تتعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله من قبل، عندما يرد هذا في سياق حديثنا إن شاء الله. لكن الآن استعمله الإمام البخاري، فقال بر باب بر الأب لولده، وأورد فيه حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني حديث موقوف من قول ابن عمر، قال إنما سماهم الله أبرارا، لهذه التسمية التي جاءت في القرآن الكريم، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا آباءهم وبروا أبناءهم. لم يقتصروا على بر الآباء، لكن ماذا أيضا؟ بروا آباءهم وبروا أبناءهم. ويقول سيدنا ابن عمر متابعا كما أن لوالدك عليك حقا فكذلك لولدك عليك حقا. يعني بر الآباء للأبناء عملية تعبدية في الإسلام. نعم نعم، هذا نص. لولدك عليك حقا كما يقول سيدنا ابن عمر، وهذا طبعا نحن نقول موقوف، لكن حسب أصول الحديث ما لا يدرك بالرأي فحكمه حكم المرفوع. ثم إن كلمة إن لولدك عليك حقا أيضا جاءت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خبر أو قصة سيدنا عمر بن العاص
لما كان يصوم الدهر كله وكان يقرأ القرآن في ليلة واحدة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغير له منهجه كما هو الحديث المشهور، ثم قال له: يا عمر، إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، فأعط حق كل ذي حق حقا. ورد في رواية في صحيح مسلم بدل وإن لزورك عليك حقا التي جاءت في البخاري، جاء في مسلم وإن لولدك عليك حقا. فنحن لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقالها الصحابة، إذن هي تعبدية، هذا نص في الحق. أما الحقوق ما هي؟ طبعا فهي كثيرة عند استقراء ما ورد بالتفاصيل من الشريعة الإسلامية، وكلها وردت بها النصوص، حتى إنك لو حاولت أن تجد حقا الآن، حاولت أن تبحث أو تجد حقا لم يذكر في الشريعة أو لم يلمح إليه أو لم يدخل ضمن النصوص، تعذر عليك ذلك لكثرة النصوص التي جاءت تحث الآباء والأمهات على رعاية الأبناء. يبدأ هذا من الولادة إلى الموت، من الولادة إلى الموت، من الولادة إلى الموت. قبل الولادة يبدأ من اختيار الزوج، ونحن عندما نقول الزوج إذن هو الذكر أو الأنثى. تخيروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. طبعا هذا الحديث بحد ذاته ضعيف، لكن الأصول الشرعية دلت تقر معناه عليه، تقر معناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والدين ما المقصود به هنا؟ الدين هنا المقصود به حسن الخلق، المقصود به البر، المقصود به التقوى والصدق، ليس المقصود به الإسلام، لأن هذا الحديث ذاتا طرح في مجتمع مسلم، يعني ذات الحسن مسلمة وذات الجمال مسلمة وذات المال مسلمة، لكن ماذا قصد بذات الدين؟ معنى مضمن الإسلام، معنى مضمن لكل للورع والتقوى وكذا. فهناك اختيار الزوجة، يعني لا أدري إن يعني اختيار الزوجة يدخل في باب بر الأبناء؟ نعم يدخل في باب. لما يدخل في البر؟ يدخل في باب البر لأنه كما قلنا: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني أنت عندما تختار الزوجة لا تختارها لهواك وشهوتك، لا تختارها لشيء أعجبك من حسن أو كذا أو كذا، يجب أن تختارها لتكون أما لأبنائك. يعني معذرة دكتور، عندما الشاب في المجتمع المسلم عندما يقبل على الزواج، عندما يضع في رأسه أنه يريد أن يختار الزوجة لكي تربي له أبنائه بحيث يكونوا صالحين في المجتمع لا عالة عليه، هل يعني أنه يطبق عبادة، يطيع الله في ذلك؟ الآن إن شاء الله تعالى نحن يعني سنصل في ضمن الحديث إلى شيء مهم. كل شيء أولا هذا عبادة، لأنه طاعة لرسول الله: إن لولدك عليك حقا، تمام. ثانيا هو عبادة تحصل بالنية، والنية كما تعلمون تقلب العادة إلى عبادة، كما أن عدم النية ماذا يفعل؟ يقلب العبادة إلى عادة، إلى عادة. لذلك وهذا شيء خطير. طبعا ذلك كل شيء يفعله المرء المسلم يجب أن يربي نفسه أولا أن يراعي فيه النية، حتى يعني يصدق عليه الأجر ويصدق عليه التعبد الحق في ذلك. لو اختار المرء الزوجة أو اختارت الزوجة الرجل، طبعا الزوجة لا تختار الرجل في العادة، إنما يأتيها الرجال، لكن عندما تختار واحدا منهم فهذا اختيارها. إذا اختارت الصالح وأعرضت عن الفاسق وكذا وكذا، إنما هي تختار لمن؟ لأجل من؟ ليس لأجل نفسها بالدرجة الأولى، لأجل أولادها. هناك لا بأس لو ذكرناها، يعني خطبة، طبعا لن نذكر الخطبة كلها، إنما ملامح حتى نعلم أثر اختيار الزوجة في الأولاد. الخطاب باختصار ابن المعلى المخزومي، سأحاول الاختصار ويا ليت الاختصار ممكن، لكن الخطاب ابن المعلى المخزومي أوصى ابنه فقال: يا بني، إذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة.
واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف، فمنهن المعجبة بنفسها، المزرية ببعلها، إن أكرمها رأته لفضلها عليه، لا تشكر على جميل ولا تصبر على قليل، ولسانها عليه سيف ثقيل، فوجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم وولده ضائع. ومنهن شفشليق شعشع سلفع ذات سم منقع وإبراق واختلاق، تهب مع الرياح وتطير مع كل ذي جلاء كذا. ومنهن الورهاء الحمقاء ذات الدل في غير موضعه، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت ولم يكنس لها بيت. يعني يذكر آثارها في الأولاد صفات. لكن يقول منهن الودود، الولود العطوف الودود، المباركة الولود، النظيفة بيت، الخافضة صوتا، زوجها ناعم وخيرها دائم وولدها مزين وخادمها مسمن. يعني أنواع للنساء فيهن كذا وكذا، لكن الرابعة هذه يعني يظهر أثرها في الأولاد بشكل جيد. هذا إذا تكلمنا عن اختيار الزوجة وانتهينا. هناك نبدأ الآن بتعداد بعض الحقوق إن أحببت. أنا طبعا أحب، لكن لو أذنت لي يعني بعد الفاصل، حان وقت الفاصل. نعم. سنتوسع في ذكر المظاهر والصور. نعم. البر من الآباء للأبناء. هذا فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الحديث. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن بر الأبناء والإحسان إليهم وفق التصور الإسلامي. دكتور مصعب، كنا نتحدث عن الحقوق التي كفلتها الشريعة للأبناء، ومنها نريد أن ندلف إلى موضوع مظاهر وصور هذا البر. لو تكمل تتفضل مشكورا بإكمال موضوع الحقوق التي فرضتها الشريعة على الآباء لأبنائهم. تكلمنا عن اختيار الزوجة. هناك نقطة مهمة بعد اختيار الزوجة، الإقبال على الإنجاب، لأن هذا حق للولد. قد تسأل ما علاقة الولد بهذا؟ نعم، أنت يعني إذا أقبل الناس على إنجاب الأولاد فكانوا سببا في وجودهم، أما إذا أعرضوا عن ذلك فكانوا سببا في عدمهم. وما الغاية في الأصل من الزواج؟ تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالإقبال على الإنجاب أيضا حق من حق الولد، حتى يكون سببا في وجوده بإذن الله تعالى. ثم هناك حق التسمية عندما يولد واختيار الاسم الحسن له. حسن التسمية. نعم، حسن التسمية. نذكر يعني لما أحد الناس شكي إلى سيدنا عمر فجيء به إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد عق والده، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، وهل لي عليه حق؟ أنت تقول أنا لم أرعى حق أبي، ما حقي عليه؟ فقال: حق الولد على أبيه أن يختار أمه وأن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن. فقال: أما أمي فأمة، ليست في الأصل من الأحرار، وأما اسمي فجعل. والجعل الخنفساء، مشهور المثل: إن ريح المسك يؤذي بالجعل. ولا أفقه من القرآن حرفة. فنظر سيدنا عمر إلى أبيه وقال: اذهب فإنك تستأهل ما فعل بك. يعني لما فرط الأب بحق ابنه لم يعد الابن ملاما بالتفريط بحق أبيه. هذا من ذاك. نعم، هذا من ذاك. فإحسان الاسم، أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة. عندما يذكرون العرب كانت تحسن اختيار الأسماء. في شرح ابن عقيل هناك شاهد مشهور، زوج أبي طالب، امرأة أبي طالب،
كانت ترقص ابنها عقيل، يعني تلاعبه وتقول هذا في شواهدي كانت تامة، أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، تعطي رجال الحي أو تنيل، إن عقيلا كاسمه عقيل. إذن التسمية شيء معتبرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر بذلك، ويعني أيضا هو قدوة لنا، ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم على اسم أبي، هذا من تحسين الأسماء. هناك بعد الاسم هناك ما يتعلق بالولادة، هذه حقوق العقيقة والختان والصدقة، حلق الشعر والصدقة، هذه أيضا حقوق وردت بها النصوص لكل مولود. الشافعي في منظومة العمريطي في منظومته الشافعية، لكل مولود له عقيقة على أبيه وهي في الحقيقة، شاة للأنثى واثنتان للذكر، والإبل أولى ثم بعدها البقر، يذبحها في سابع الولادة للفقراء وغيرهم في العادة، وحكمها ووصفها كالأضحية، وسن حلق شعره والتسمية. هذه أيضا حقوق. بعد العقيقة هناك الرضاعة، الرضاعة الطبيعية حق لمن؟ للطفل، لذلك هذا نص أيضا، والمرضعات يرضعن أولادهن حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا حق أيضا، الرضاعة الطبيعية حق شرعي، هذا حق شرعي، حتى إن المرأة مثلا إذا لم تكن تستطيع لسبب ما، فعلى الرجل شرعا واجبا أن يؤمن امرأة ترضع هذا، يعني بالأجرة، فهذا حق شرعي. إذا سنح لنا القول في يعني فيما بعد عن مظاهر ترك الحقوق، ربما نأتي إلى مظهر ترك الرضاعة هذه. سأتي معك المظهر، ولكن أريد منك يعني ألتمس منك الاختصار في قضية، لماذا قضية الرضاعة الطبيعية حق للطفل، يعني من وهذه طبعا من صور البر الكبرى، لماذا هي حق الرضاعة الطبيعية؟ هل بيّنت الشريعة علة هذا الحق؟ يعني الرضاعة أولا هي تغذية الطفل، فواجب الأب شرعا أو الأم شرعا أن يؤمنوا هذه التغذية للطفل، وهذه التغذية هي الطبيعة الصحية المعروفة بالفطرة، ويعني كان هناك أيضا حليب عندهم للأغنام والأبقار وكذا وكذا، صحيح يعني ليس هذا مبتدعا هذه الأيام، لكن لما كانوا يعني أو جاء في القرآن الكريم النص على الرضاعة هذا، فإذا له أسرار سواء بينتها الشريعة أو لم تبينها، يعني بينها الطب في أيامنا هذه، مثلا حليب الأم وأثره العاطفي في الطفل وتعلقه بأمه بسبب هذا الحليب، وكذلك النوع والصحة والغذاء الموجود في هذا الحليب، كل هذا من أسرار هذه المسألة. نعم. طيب لو تحدثنا عن مظاهر البر، يعني عندما يركز الإسلام على في هذه النصوص على بر الأبناء أو إعطائهم حقوقهم أو 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 حسن معاملتهم، حسن تربيتهم إلى آخره، ما أبرز المظاهر والصور التي تتحقق فيها يتحقق فيها بر الآباء للأبناء أو بالأبناء؟ نعم، يعني أولا من المظاهر المهمة التي تتحقق بها هذا، وإن كانت طبعا ستختلط الآن المظاهر بالحقوق ولا بأس بذلك، لا بأس، من المظاهر المهمة أو المجال التربية والأدب الذي يورثه الأب لمن؟ لولده، أو يعلمه ولده سواء كان ذكرا أو أنثى، من كانت عنده بنت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من كانت عنده بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له حجابا من النار. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فيها بعد تربوي الآية والحديث. نعم، الآية والحديث فيهما بعد تربوي، كيف نقيه النار لهذا الولد، كيف نقيه النار؟ بتزويده بموجبات الوقاية، التربية والآداب. لذلك يجب على الأب كما قال مثلا الإمام النووي في شرح
الحديث الشريف مسلم. إن لولدك عليك حقا، وشرحه لهذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الشافعي وأصحابه: تربية الأب والأم، ليس الأب فقط، تربية الأب والأم لولده بما يهيئ لهم الفروض الشرعية ويهيئ لهم ما يزودهم لمواجهة الحياة واجبة من الواجبات، ليس ترفا، هذا واجب من الواجبات الشرعية. من المظاهر التي قد نتكلم عنها الحب، العاطفة. عاطفة، هذا بر، البر ذاتا تكليف، لكن العاطفة هنا قضية فطرية، يعني فطرية. كيف هي تكون تكليفية؟ إظهار العاطفة تقصد؟ نعم. البر ما هو؟ البر تكليف، والتكليف فيه مشقة، صحيح؟ نعم. والمشقة لا تلين إلا بثوب حريري من الحب. فإظهار هذا الحب للطفل وغمره به حتى وإن كان يعني كبر، هذا من البر. حتى نحرر هذه القضية دكتور، يعني هي ليس العاطفة وإنما إظهار العاطفة هو التكليف، مناط نعم التكليف. نعم نعم نعم، إظهار العاطفة هذا يعني مظهر، ينبغي إظهار العاطفة. الآن الحق موجود، هو التربية والأدب وتزويده بما يعني يجابه به الحياة، لكن مجلى الحق ومظهره في هذا، في المشاعر. فشعور هنا، الشعور بالحب مثلا، كان يعني كما هو معروف في الحديث، كانت السيدة تقول، السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أشبه، رضي الله عنها، ما رأيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا وسمتا وخلقا من فاطمة، كانت إذا دخلت قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مكانه. هذا الحب. هناك الرحمة، فلنقل إظهار الرحمة، لأن الرحمة فطرة، لكن ربما بعض الناس تنزع منهم الفطرة. الأقرع بن حابس وورد في هذا، نعم، الأقرع بن حابس ماذا قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن؟ قال: تقبلون أبناءكم؟ الأقرع بن حابس تميمي من بني دارم، يعني كانوا ممن نقول لهم الأعراب، يعني بمعنى الشيء من الجفاء وكذا وكذا، يعني البعيدون عن المدينة ومكة وهكذا. فماذا يقول الأقرع؟ تقبلون أبناءكم؟ لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فماذا أجابه النبي؟ فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ روايات متعددة، وكل واحدة: ماذا أفعل إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ هناك رواية أخرى: من لا يرحم لا يرحم. لا يرحم. هناك رواية ثالثة، وهي التي قلت لك عن البر في أول الحلقة: إن الله لا يرحم من عباده إلا أبرهم. إلا أبرهم. وهذا من بر الآباء بمن؟ وهذا بالمطلق، يعني أبرهم بالمطلق طبعا. أبرهم بالمطلق، والحديث والصورة يعني أو مناط الصورة متحققة في هذا المجال، وهي تقبيل الأب لمن؟ للأولاد. طبعا من الحقوق والمظاهر، يعني إذا قلنا بعد ذلك، هناك يجب أن لا ننساها أيضا، نحن ألم نقل من الحياة إلى الموت، هناك من الولادة إلى الموت، من الولادة إلى الموت. طبعا قبل الموت تمر أشياء، مثل سعيد بن العاص من الصحابة مشهورين، يعني من صغار الصحابة، لكن اختاره سيدنا عثمان في جمع القرآن، لأن لفظه كان أشبه الناس بلفظ من؟ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد الذي قالوا به قياما ينظرون إلى سعيد كما لو ينظرون به الهلال، سعيد ماذا يقول ابن العاص؟ يقول: إذا أنا أدبت ابني، ربيته، وزوجته، وحججته، فقد قضيت حقي عليه، أو فقد قضيت حقه علي، وبقي لي حقي عليه. يعني بعض الصحابة كانوا يرون الحقوق تبلغ مبلغ ماذا؟ أن يزوج ولده وأن يحججه، هذا من حقه على من؟ أو من حق ولده عليه. فقد قضيت حقه علي وبقي حقي عليه. هناك الميراث، الميراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد، وقد قال له:
يا رسول الله أوصي بشطر مالي ليس لي إلا ابنة ترثني، قال لا، قال أوصي بثلثين، قال لا، قال بالثلث، قال والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه حقوق ومظاهر. من المظاهر نحن إذا يعني أكملنا النصيحة، هذا مظهر مهم من مظاهر البر بالأولاد، نصيحة الابن. نصيحة الابن في ماذا؟ في ماذا؟ الآن نحن قلنا لما كان هو في سن التربية مثلا في الطفولة نقدم له تربية بالمحسوس، بالصور، بالألوان، بالسماع، بالكذا. لما يكبر نقدم له تربية بالمجردات، المعاني، التصورات الإسلامية، المعارف، نفهمه هويته كمسلم، لأنه بعد ذلك العمل فرع عن التصور الداخلي. هذا من الحقوق لنفسه. نعم، هذا كله من الحقوق الولد على أبيه، لأن هذا كله من ضمن المرحلة التي قبل البلوغ، تمام؟ لذلك تعتبر حقا واجبا. فإذا صارت بعد البلوغ بقي ينسحب الحق وإن كان تدنى عن رتبة الوجوب. طيب سؤال يعني دكتور، يعني أنت تقول هنا بناء التصورات. نعم. للدين والحياة والمجتمع، لكن ألا تحض الشريعة على أن يكتسب الإنسان ذلك بالحدس وبالمعرفة وبالبحث والتحري وليس بالوراثة؟ نعم. كيف يعني يلتقي هذا مع ذاك؟ تحض بالطبع على هذا، الشريعة تحض الإنسان أن يفكر بعقله وأن يصل يسعى الله للوصول إلى الحقائق، لكن أنت تعرف الحديث الشريف ماذا يقول؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. فمن واجب الآباء الحفاظ على فطرة الأولاد حتى يكونوا مهيئين للوصول إلى الحقيقة. بماذا؟ بأبسط الطرق، يعني ألا يشوشوا عليهم في بداية التربية، هذا أولا. ثانيا، يعني من واجب الأب أن يهيئ ابنه لخوض غمار هذه الحياة، يعني إذا كان يستطيع أن يؤهله للوصول إلى الحقيقة قبل الوصول فليؤهله، فليختصر عليه الطريق، فليعلمه الإسلام. كذلك مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم، بمعنى يعني حثوهم بشدة وألزموهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني يفهمه ما معنى مسلم، ما معنى مؤمن، ماذا يجب عليه. إذا علم الإنسان هويته صار العمل فرعا متحصلا كتحصيل حاصل من وراء هذا الأمر. نعم دكتور، حقيقة ذكرت نقاطا عميقة في موضوع البر والحقوق، وذهبت إلى أبعد بكثير من موضوع الإطعام والإكساء، وهذا موضوع سأناقشه معك بعد الفاصل. إلى أي مدى يعني بيوتات المسلمين الآن تتمتع بهذا الوعي الكافي بسبل ومظاهر وصور بر الأبناء؟ لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل لابد أن أسألك عن هل إحسان الآباء للأبناء، وأنا هنا أخصص الآباء لأن نعم. الأمهات غالبا هم أسرى لغرائزهن وغرائز العاطفة فيهن والميل إلى أولادهن، هل إحسان الآباء لأبنائهم مرتبط بطاعة الأبناء أم منفصل عن ذلك؟ يعني هذا سؤال وجيه. إحسان الآباء للأبناء ليس مرتبطا أبدا عن طاعة الابن بطاعة الابن لأبيه. يعني أنا لا أبرك حتى تبرني، هذا غير معقول. ذاتا من واجب الآباء إعانة أولادهم على برهم، يعني عند التحقيق نحن نقول يعني واجب البر للأبناء تجاه الآباء لأننا نخاطب البالغين، أما من أوصل الابن إلى هذه المرحلة؟ الأب. لذلك على التحقيق من واجب الآباء أن يعينوا أولادهم على برهم. رحم الله امرأ أعان ولده على بره، فهذا واجب الآباء. لذلك لو أخل الولد بعد ذلك فنحن نبحث في الأصل من المسبب الحقيقي لهذا الإخلال، فنجد يعني في كثير من الحالات كما قال البيهقي لما كتب الشعبة 60 من شعب الإيمان، وهي شعبة حقوق الأولاد، الشعبة 60، قال إذا أنت في آخر الشعبة قال أنت إذا نظرت إلى الفساد الموجود في الأبناء وجدت عامته من الآباء.
طيب دكتور، تحدثت كثيرا عن في هذا الموضوع، ويعني اشكرك على ما تفضلت به، لكن لو بشيء من الاختصار، ماذا عن المقاصد؟ ما مقاصد الاسلام من هذا التعظيم الكبير لقيمه البر، وخصوصا بر الاباء لابنائهم؟ استاذ الكريم، المقاصد هذا بحث يقودنا. طبعا المقاصد هناك يخطر في البال مباشرة المقاصد ماذا؟ الأصلية الخمسة أو الضرورات الخمس، لكن ثمة تفريعات أكيد. نعم، ثمة تفريعات لها، لكن يعني أنا أقول لك أن بر الوالدين طبعا من واجب الآباء أولا أن يؤهلوا أولادهم للحفاظ على هذه المقاصد الخمس، وإذا كان يستطيع الأب أن يساعد ولده لتحصيل هذه المقاصد يساعده، هذا أصبح واجبا. ولكن يدخل موضوعنا بر الأبناء أو الآباء للأبناء في مقصدين أساسيين من هذه المقاصد. أول مقصد يدخل في مقصدين أساسيين، أول مقصد من هذه المقاصد حفظ النسل، وقد أحل الله عز وجل من أجل حفظ النسل ماذا؟ أحل الله النكاح وحرم السفاح وأمر بحسن اختيار الزوجة، وهذه الحقوق التي قرأناها من تربية أو سمعناها قبل قليل من تربية الأولاد. ولكن هناك مقصد أساسي حفظ الدين، ونحن في بداية الحلقة كان ماذا؟ البر هو الدين، هكذا. لذلك البر هو الدين أو هو حسن الخلق كما رأينا، هذا مقصد عظمه الإسلام. الخلق من أكثر ما اعتنى به الإسلام، الخلق الذي هو البر. ولنقل الآن الأخلاق التي يغمر بها الآباء أبناءهم حتى تنبعث في أولادهم من جديد. طيب لو أذنت أرجو المعذرة عن المقاطعة دكتور، يعني إذا ما ذهبنا إلى التفريعات، إلى أي مدى تتحقق، يعني يسعى الإسلام إلى تمتين أواصر المجتمعية وتمتين المجتمع وخلق مجتمع إسلامي متوازن ومتماسك من وراء بر الأبناء؟ هل يمكن أن يكون هذا أحد المقاصد؟ هذا طبعا من المقاصد بلا شك. مقاصد التعظيم بر الآباء للأبناء، أولا إشاعة الخلق في المجتمع ككل، تمام، لأنه إذا لم يزرع الأب الخلق في ابنه من أين سيحصله بعد؟ نعم قد يحصل العلم، قد يحصل المعرفة، قد يحصل الحقائق، لكن الأخلاق ماذا؟ الأخلاق. إذا سمحت لي، هناك قصة طريفة جدا في مسألة الخلق، ونحن نتكلم عن الخلق وهو رديف البر. نعم. يروى أن المال والخلق والعلم اجتمعوا في ملأ من الناس. نعم. فتكلم المال فقال أنا من صفاتي كذا، وإن الله عز وجل جعلني قياما للناس، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، وكلام جميل، وصفقوا له. فقالوا له: أيها المال، أنت تكلمت كلاما حسنا، إذا افتقدناك أين نجدك؟ فقال لهم: إذا افتقدتموني تجدوني في جيوب الأغنياء، ما أضيع. نعم. فقام العلم فقال: الله عز وجل أثنى علي وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والعلم يبني، هناك من الشعر يبني بيوتا لا عماد لها. قالوا: ما شاء الله، أيها العلم، إذا افتقدناك أين نجدك؟ قال: إذا افتقدتموني تجدوني في بطون الكتب، لا أضيع. نعم. فتكلم الخلق آخر شيء، فكلام جميل، قال: إن الله عز وجل مدح نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت كما يقول الشاعر. وتكلم، قالوا: أيها الخلق، وأنا يعني أركز أن الخلق البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. أيها الخلق، إذا افتقدناك أين نجدك؟ فقال لهم: إذا افتقدتموني فلن تجدوني. وهذا هنا بيت القصيد. هنا بيت القصيد. إذا لم يزرع الأب، والأم أيضا لها دور كبير في هذا، لكن كما تفضلت الأم تغلبها العاطفة أحيانا كذا، فيبقى هذا الأمر أكثره على الأب. إذا لم يزرع الأب الخلق في صميم ولده، فلن يحصله بعد ذلك من أي
جهة كانت. في سياق الحديث عن المقاصد دكتور، كأنني ألمح أن العملية ليست مقصودة فقط على الجانب البعد الفردي، يعني كما لو أن هناك مقاصد إسلامية مجتمعية، يعني بر الأبناء مرتبط بصلاح المجتمع، بسيرورته، بسيره في الروح التي أراد له الإسلام أن يسير فيها، تسري فيه. أليس نعم كذلك؟ كذلك ذاتا هناك الأثر، يعني القضية المجتمعية مهمة ربما تكون. بروا آباء أبناءكم، أو بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وتمشي السلسلة نعم في هذا. لكن يعني أنا أريد أن أقول شيئا، البر الذي يعني يحيط به الأب والأم ولدهما أو بنتهما، هذا ينشئ إنسانا سويا متوازنا، مفعما بالعاطفة، حيويا، معتزا بنفسه، محبا للآخرين، بعيدا عن الاضطرابات، بعيد عن الاضطرابات، قادر على مواجهة المجتمع إذا كان هناك مشكلات في المجتمع، قادر على التآلف مع غيره بحسن الخلق، ويصبح موطأ الأكناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون، يعني قادر على التحقق بهذه الصفة. فأنت ترى أن هناك من هذا، من مقصد مهم من المقاصد، هناك تطور تربوي، تطور اجتماعي عمودي يتعلق بالأب ثم الابن ثم الابن ثم الابن من بعده، وهناك عرضي يعني بين أفراد المجتمع لنفسهم، ليس فقط للآباء والأبناء. أنت إذا بررت بابنك قدمته إلى المجتمع إنسانا صالحا سويا قادرا على التفاعل مع المجتمع، وفي النهاية هذا فيه صلاح للمجتمع وانتفاء للمشاكل الخطيرة التي تعصف بأي مجتمع من المجتمعات. نعم كذلك. تحدثت كثيرا عن قضايا بعيدة المدى في عملية في بر الأبناء، لكن إلى أي مدى بيوتات المسلمين اليوم تتمتع بهذا الوعي الكافي ببر الأبناء؟ إلى أي مدى هذا البر وهذه المستويات التي تحدثت عنها متحققة في واقع المسلمين وفي بيوتهم اليوم؟ الحقيقة لو تركت بيوت المسلمين وشأنها لا كان لها من الوعي ما يكفي لتحقيق هذا البر. لكن هناك حروب منظمة تتعرض لها الأسرة المسلمة بلا شك، هذه الحروب من النظام العالمي، هذه حروب يعني تركز على جانبين: الجانب الأول فصل الأخلاق عن الدين، هذا الربط الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بمعنى يعني أربطها بالدين. ماذا يفعلون الآن؟ يحاولون فصلها عن الدين. والأمر الثاني يتعلق بالإقلال من النسل، وكذلك هذه الأشياء التي صارت الأسر المسلمة ترغب بها، هذا خطير جدا يعني في حقيقة الأمر. هناك مظاهر سلبية كثيرة نشأت في هذا، يعني هناك من الأسر المسلمة من لا تزال تحافظ على أبنائها، ترعاهم، يعني تضعهم بعينها، ترسلهم إلى المسجد، تبحث من أصدقاؤهم، من أصحابهم، تتابعهم، لا تقتصر فقط أنا أنفقت عليه وكفى، هذه النفقة واجبة علي لا شيء غير ذلك، لا تقتصر على ذلك. كيف هناك أنفقها؟ نعم، هناك يعني هناك رجل أوصى ابنه من قديم، قال له: أبني إن من الرجال عجيبة في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هذا يعني الآن نحن أنا أنفق عليه أنفق عليه أنفق عليه يكفي هذا، أما وما دينه؟ طيب ما شأنك الآن؟ ماذا يحصل؟ أولا كنا قديما نلوم التلفاز، صحيح؟ لأن التلفاز كان يشغل الأهل عن أبنائهم وكذا وكذا. الآن بعض الأسر يقولون يعني نحن نشتاق إلى أيام التلفاز، على الأقل كنا نجتمع الأسرة. إذا ماذا تفعلون إذن في البيت؟ ماذا نفعل؟ أنا في الهاتف، وزوجي في هاتفها، وولدي في هاتفه، وابنتي في هاتفها، وكل واحد في هاتف. إذا وصلنا إلى هذه تفكك في داخل البيت، تفكك في داخل البيت، لم نعد يعني لم نعد نتكلم عن اجتماع الأسرة على كتاب نقرأه أو على كذا أو على كذا، أصبح التفكك عميقا جدا، هم في البيت وكل واحد في دنياه الخاصة به. عندما يعني المدرسة نحن نعظم أمر المدرسة ونجل المدارس وكذا، ولكن ما الذي يحدث؟ الأسرة عادة تضع ولدها في المدرسة وبعد ذلك لا علاقة لها به، ثم إنها يعني تبحث من ورائها ومن وراء المدرسة على يعني التحصيل العلمي الذي يؤهله لمسلك في الحياة،
مسلك من الطب والهندسة وكذا وكذا وكذا، يعني لا تراعي أن تبني له شخصيته النفسية على الإسلام. الثانوية، يصلون إلى الثانوية نسمع عن انتحار مثلا في بعض، ليس كثيرا يعني إن شاء الله، لكن نسمع. لماذا نسمع عن تدهور في الحالة النفسية للطلاب؟ لماذا نسمع كذا؟ الثانوية هم أصبحت، يعني أقول مرة، يعني الثانوية هم ليس يعدله هم الصراط ولا شر البليات. لكن دكتور، يعني مع أهمية ما تفضلت بذكره، لكن الآن ترى كثيرا من الأسر المسلمة منحصر هم أوليائها، أولياء الأولاد، بموضوع اللبس والترفيه والجوالات والطعام إلى آخره. يعني ألا ترى بأن الأسرة المسلمة الآن يعني ابتعدت عن مقصود الإسلام من التربية؟ ابتعدت بلا شك. يعني إذا كان هم الإنسان اللباس والثياب والجوال وغير ذلك، ثم إذا كان همه مثلا من الدراسة أن يصل فقط إلى مسلك يعيش به أو يأكل ويشرب منه، إذا بلغ يعني بالأسر، إذا بلغ بالأسر المسلمة أن يكون هذا همها، فقد ابتعدت كثيرا، ابتعدت. لأنه الأصل وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، هناك عبادة بإعمار الأرض بنية أن يكون هذا لله، لوجه الله تعالى من جميع وجوه الأعمار. وهنا نعود على بدء، يعني هنا مهمة الأولياء هي تعميق معنى العبادة في نفوس أبنائهم. نعم. نعم. حتى يصلح المجتمع. بقي عندي دقيقة ونصف، تفضل. أترك لك حرية الحديث في موضوع الحلقة مما لم تسأل عنه في هذه الحلقة. الآن إذا تركت لي حرية الحديث، أنا أقول لك: تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. يعني هذا بحث واسع كبير، وهناك أشياء، لكن أنا أريد أن أخاطب الآباء والأمات في الحق. أنا أريد أن أخاطب نفسي، فأنا أرى يعني نفسي مقصرا تقصيرهم وربما أكثر من ذلك، ولكن أخاطبهم وأخاطب كل أحد، فأقول له: أسس بنيك على التقوى ومنهجها، فلا أرى جرفا يعلوه بنيان، واغرس بهم غرسة مما عرفت به من الطموح، وأخرى منك إحصان، ما مات من خلف الأعقاب صالحة تدعو له، وإذا أبقى لهم صانوا. فإذا أبقيت لولدك فصانوك، وإذا أبقيت أولادا يدعون لك، صالحين يدعون لك من بعد ذلك، فأنت لم تمت. فليحرص كل إنسان على أن يبقى حيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله أن يحفظ أولاد المسلمين، ويهيئ للآباء والأبناء أن يبروا بأولادهم ويساعدوا أولادهم على بر. آمين آمين. مشاهدينا الكرام، إذن في نهاية المطاف، يعني بر الأبناء مرتبط بمصلحة دنيوية وأخروية على الآباء. أرجو أن نكون قدمنا ما هو مفيد ونافع لكم. شكرا لكم على متابعة هذه اللقاء. قبل الختام أشكر ضيفي المكرم الدكتور مصعب حمود الباحث الإسلامي، كل الشكر لكم، في حراسة الله وتوفيقه.